بريكفاست عندهم سالاد ساندويتشز سبيشالست اللي هما برجر باستا وديزرتس. وهالصوب هذا هني قدام الدوار اللي فيه مخفر شرق، يعني تخلي مخفر شرق على يدك اليسار. هلا بالإيترز، كنت في مطعم أربن كافيه الموجود في شارع أحمد الجابر بشرق، اللي دل سمراء عدن مالت قبل. سألوا أهاليكم أبهاتكم أمهاتكم راح يدلونكم على طول وين سمراء عدن. أربن كافيه كان مسكر قبل تقريبا 3 أسابيع، سوى رينوفيشن كامل حق المكان داخل، الطاولات والمنيو والأكل. إيه تجرب أشوف شو الأشياء اللي موجودة عنده وشو الأشياء اللي تغيرت وشو الأشياء اللي هو ضافها، في إضافات جديدة وايد. هو مطعم وبنفس الوقت كافيه، وبنفس الوقت هذا المميز انه هو عنده بيكري هذا داخل المطعم. طبعا اكيد الاكل كل المطاعم الاكل تسويها بالمطبخ عندها، بس هو يسوي الخبز ويسوي الكيك عنده داخل. انت مو بس تي تاكل، تقدر انت ذيوعان تبي تتغدى تبي تتعشى تي، تبي تشرب قهوه تبي تحلي تي، تبي تشتري خبز وتطلع هم تقدر. بحق الطلب اللي طلبته، طلبت السلطه الشمندر وطلبت البيكن هذا الراب وطلبت الماكنشيز. بالنسبة للأتموسفير داخل كان ممتاز بالنسبة لي، لأن أنا أحب القعدات اللي تصير فيها جام مرتفع وتشوف الدنيا كلها وانت قاعد تاكل. عندهم طبعا مكانين القعدة داخل، المكان يشيل في تقريبا 7 طاولات، وعندهم قعدة هم برا جدا مرتبة. المصافط عندهم فيها مشكلة، الناس كلها قاعد تصفط غلط، بس في مصافط بظهر المطعم لكن مصافط تراب. سيرفيس كان جدا ممتاز، الويترز اوكي ما عندهم مشكله، وانا دائما اذا عجبني السيرفيس بالمطعم احط تبس، اذا ما عجبني ما احط ولا فلس. واربن كافيه هي فكره كويتيه مو فرانشايز، بطل تقريبا من اخر 2013، متى يفتح متى يبطل عندهم توصيل، موجودين بطلبات. الاشياء هذه كلها راح احطها بالسنابات الجايه، سووا لها كابتشر. كل التفاصيل هذه والبيانات والأشياء اللي أنا قلتها كلها راح تلقونها بأكاونتي بالإنستغرام زائد قناتي على اليوتيوب. عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يدش على تويتر ويدزلي السؤال دايركت مسج أو يدزليها على الإيميل هذا.